مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المطبخ. زي ما معودينكم كل يوم بنقدم مع بعض وجبه غذائيه ممكن ثلاث اطباق، طبق ستارتر، طبق مين كورس، طبق ديزرت، طبق مكبلات، طبق رئيسي، طبق حلو. النهارده هنعمل دامبلينج عباره عن فطيره بالكبده، وهنعمل ارنب مع التين، وهنعمل ابل سينامون مع ايه اللفائف الهشه. تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه الدامبلينج اللي احنا هنعمله مع الكبده. عم حسن اكتبي مقاديرك وانا وانت هنركب التفاصيل والحركات والتكات. عباره عن ايه الليفر دامبلينج اللي هو فطيره الكبده؟ عباره عن 400 نص كيلو من الكبده هفرمها، 25 بصل مبشور بدون ميه اعصر منه الميه، 230 جرام بريد كرام بالبقسماط، و10 جرام توم، واحد بيضه مخفوقه، و20 جرام زعتر، و20 جرام بقدونس، وهتبلهم 5 ملح و5 فلفل و2 ونص جوز الطيب. بعد كده هعمل له طبق جانبي، هعمله عباره عن ايه؟ 350 جرام دقيق بتاع كل الاستعمالات، و350 شوفان اللي هو الاوتس، واحد بيضه مخفوقه، 20 جرام زبده، 2 قوانص هفرمهم مع بعض رفيع، و5 ملح وفلفل و2 جوز الطيب، والجارنش بتاعنا كبده قوانص وجبنه ماعز وبصل اخضر وكرات وبصل. تعالوا ما نشوف هنعمل ايه. نقول ثالث. ماشي يا عم، تحت امرك يا عمده. هنقول المقادير تاني عشان خاطر استاذ عماد مخرجنا الجميل. عندنا 460 جرام كبده هفرمهم، وعندي 25 بصل مبشور، وعندي 230 بريد كرامبل بقسماط، وعندي 10 توم، واحد بيضه مخفوقه، و10 20 زعتر، و20 بقدونس مفرومين، وملح وفلفل وجوز الطيب للتتبيل. بعد كده الجانبي 350 جي دي استعمالات لكل حاجه. بعد كده 350 من الشوفان، واحد بيضه مخفوقه، و20 جرام زبده، و2 قوانص افرمهم، وخمسة ملح وفلفل وجوز الطيب، والجرنش قوانص وجبنه ماعز وبصل اخضر وكرات وبصل. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول خطوه زي ما انتم شايفين كده فرمت الكبده. بص الكبده فرمتها ازاي، اهو قدامك اهو، فرمتها خالص، نعمتها، هحطها في الميكسر. وتعالي نعمل بقى الايه الفطيره بتاعه الكبده واحده واحده معاكي. هحطها في الميكسر بتاعي وتعالي اغسلها. ادي البصله اللي انا بشرتها وصفيتها من الميه خالص، خدي بالك لازم تصفيها من الميه خالص. واحده واحده قدامك اهوت، وبعد كده هنبدا نحطها على الكبده قدامك اهي بدون ميه خالص. وبعد كده ادي البريد كرامبل، ادي البقسماط، وبعد كده ادي التوم، وتعالي هنحط واحد بيضه، وادي زعتر وبقدونس، ويا جمال ويا شويه روزماري فريش معاهم، زعتر وروزماري مع البقدونس، وتبلهم ملح وفلفل، وبعد كده هدلهم سنه، وادي ملحي وادي فلفل بتاع، ادي الملح وادي الفلفل، واجيب شويه من الايه جوز الطيب بتاعي عشان ايه تبقى فريش معايا. ابشر شويه من جوز الطيب عليها كده من فوق عشان تديني تيست لها جميل. حطيت الجوز الطيب بتاعي، وتعالوا ما نشوف هنعمل ايه. سيبني تعالوا مع بعض نفرمهم مع بعض. النقطه المهمه بعد ما عجنهم مع بعض اخدهم ادخلهم التلاجة لمدة 10 دقايق. يعملوا 10 دقايق يا عم حاج، يبدأوا زي ما بيقولوا يسمغوا. زي ما انت شايفة كده بقت عندي خليط متجانس زي الفل. ادخله التلاجة 10 دقايق يتجانس. بعد ما يتجانس عندي تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. لازم يتجانس معايا كده زي ما انت شايفاه كده. بصي بقى عامل ازاي، بقى مسمغ معايا، وادخله 10 دقايق التلاجة عشان اما انزله الزيت يبقى عندي زي الفل. تمام، اتخدم عندي زي ما البيضه بدات عامل عامله الربط، البيضه اللي انا حطيتها واحده واحده معاكي اهو. وتعالي بعد كده اسكب، بص عامله ازاي، لازم تكون مسمغه كده. بص حضرتك لازم تكون مسمغه كده قدامك اهي، لازم تكون مسمغه بالشكل ده. بص اهي لازم تكون مسمغه كده. تعالوا بعد كده على ما ندخلها الثلاجه تسمغ بعد اذنك يا محمد، تعالوا نعمل الطبق الجانبي. الطبق الجانبي دقيق وشوفان. ادي الطبق الجانبي بتاعي اهوت، ادي الدقيق بتاعي، وادي الشوفان اللي هو القدس، اقلبهم مع بعض. وعندي واحد بيضه، واحد بيضه زي ما انت شايفه كده قدامك، انزلها عليه، اتبلها ملح واتبلها فلفل وشويه جوز الطيب. تمام، على ما يبدا عندي وشويه جوز الطيب عليهم، هو ملح وفلفل وجوز الطيب، وادي البيضه المخفوقه عليهم. وايه تاني يا عم حسن، هعملهم ايه رول، وبعد كده هديله الزبده اقلبهم مع بعض عشان يعمل عندي كرامبل بسيط. يبقى هنا دي عادي وشوفان وبيض وملح وفلفل وجوز الطيب. وبعد كده بعد ما مع بعض كده اديلهم شويه زبده سايحه اهو، ال 20 جرام زبده سايحه مع بعض كله اهو. وتعالي هلفهم رول، وهجيب عندي ايه
هجيب عندي شاشه هلفهم جوه الشاشه، بعد ما اعجنهم كويس الفهم جوه الشاشه، وبعد كده تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. ادي الشاشه عندي اهوت، بايديك شويه لو سمحت. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. سمنه عليهم، زبده عليهم، بايديك كويس. تعالوا هفرد الشاشه بتاعتي عشان الف فيها الطبق الجانبي دي واحط جواها ايه، افردها زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. الشاشه بتاعتي الف فيها جواها واحط فيها القوانص، اقطع القوانص حتت صغيره. بص الاوانس ده شاش من عند محلات يا عمده، المحلات الاقمشه زي ما شاش ابيض زي ما انت شايفه كده قدامك. هجيب الاوانس وافرمها خفيف قوي، الاوانس هي افرمها خفيف. عندي على النار هنا ميه سخنه بتغلي فيها ملح، عندي على النار ميه سخنه فيها ملح زي ما انت شايفه كده، على النار ميه سخنه فيها ملح. واحده واحده معاك اهو، اعمل لي كذا واحده، انا هعمل واحده بس. زي ما انت شايفه كده قدامك ميه سخنه فيها ملح بتغلي. خدت بقى الخليط بتاعي ده كله، تعالي هنا بعد ما جمعته كده اخده، هتلاقيه كده بالشكل ده، افرده كده اهو زي ما انت شايفه كده، افرده كده، وبعد كده احط جواه الاوانس واحده واحده معاكي اهو، واكون مجهز ميه بتلج عشان اعمل السايد بتاع الايه الكبده بتاعي. احط الاوانس جواه كده زي ما انت شايفه واحده واحده، وتعالي هجيب الدباره هلفها بالشكل ده على شكل رول، واحدة واحدة اهو الفها رول زي ما انت شايفة كده قدامك اهو رول، واجيب الدبارة مرادون الدبارة هنا ايه، المية بتلج هديله صدمة بعد ما هديله سخونية، واقفله بالدبارة كده. بص حضرتك انا عملته على شكل رول كده، وتعالي بعد كده هعمل ايه، اهو يا عمدة قدامك اهو، ادي الرول قدامك اهو زي ما انت شايف كده. هجيب الدبارة هربطه من هنا، ودبارة هربطه من هنا زي ما انت، الف رول في الشاشة اربط قوي، واحدة واحدة معاك اهو. وتعالي بعد كده هنعمل ايه، المايه سخنه بتغلي هنزله فيها لمده 5 دقائق، بعد 5 دقائق اطلعه احطه في ميه بتلج اديله صدمه عشان يتجمد. واحده واحده معاك اهوت عشان الدنيا تكون ماشيه معاك، تلفيه رول كده واحده واحده معاك اهو. اجيب الثانيه عشان تبقى قدامك، والدباره بتاعتنا جاهزه اهو قدامك اهوت، على طول هنربطها. واحد لا مش كده يا محمد، كم متر يا محمد؟ شكرا. نعم طبعا ميه سخنه بتغلي طبعا اساسي، وجواها الاوانس ما تنسيش. تعالوا مع بعض هننزله جوه الميه السخنه اللي بتغلي لمده 5 دقائق، واطلعه يكون عندي ميه بتلج. بعد 5 دقائق اديله صدمه، اخده كده اهو زي ما انت شايف اهو، اروح جاي منزلاه جوه الميه السخنه اللي بتغلي 5 دقائق اهو قدامي. طب تعالي نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل الكمتريه بتاعتنا اللي احنا هنبدا نسويها من الكبده بعد مرور 10 دقائق. بص الكبده بتاعتي عامله ازاي؟ اخدها اهو اسمخها وابدا اعملها على شكل كمترة واحده واحده اهو. اخدمها الاول في ايديا زي ما انت شايفه كده، اخدميها اهو وتعمليها على شكل كمترة واحده واحده معاكي اهوت. بس اهم حاجه تكون العجينه مسمغه معاكي بعد 10 دقائق من مرورها في الثلاجه قدامك اهو، وتعمليها على شكل كمترة قدامك اهي، واحده 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 اهي زي الكبيبه بالظبط، وتسيبيها كده. تعالوا ناخدها اللي خدمناها دي كده اهو، تخدميها مع بعض عشان تكون متجانسه مع بعض. تخدميها الاول بايديكي كده عشان تكون متجانسه، اخدميها بايديكي كده اهو عشان تحسيها، وايديكي تكون مغسوله عشان مش لابسه جوانتي، عشان تحسي الحاجه ما تلبسيش جوانتي، لازم تحسيها بايديكي. وبعد كده اهو واحده واحده اهو بالشكل ده قدامك اهو، تعمليها على شكل ايه كمتره. وبعد كده هنعمل ايه يا عم حسن؟ هناخدها يكون زيت سخن عميق، زيت سخن عميق هنبدا نعملها. ناخد واحده ثانيه اخدمها ثاني بايديا، وما تنسيش ان انا نزلت الطبق الجانبي زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، واحده واحده عشان نعملها. وادي مسمغه قدامك اهو، واحده 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 خدمتها. بعد ما خدمتها ابدا اشكلها على ايديا، احطها على الكعب على ايدي دي، وبايدي دي الفها بالشكل الجميل ده. تمام قدامك اهو، بس لازم تسيبيها في الثلاجه 10 دقائق تسمغ. بعد ما سمغت عندي هنعمل ايه؟ عندي زيت سخن عميق. تعالوا نشوف الزيت سخن عميق هنعمله ايه، نرصهم جنب بعضهم في السبت زيت سخن عميق على الاخر اهو، تكون منوره اللمبه بتاعتك وزي الفل. زيت سخن عميق، وتعالوا اما نشوف هنعمل ايه. حطيناهم اهم، اروح جاي منزلاهم جوه زيت سخن عميق. ايه رايك؟ بص عليه كده عامل ازاي، ويكون سخن جدا جدا جدا. الميه المتلجه عندي اجيبها بعد مرور 10 دقائق، عندي ميه متلجه. تعالى يا مارادونا، الميه لازم تكون بتلج زي ما انت شايفه كده، الميه لازم تكون بتلج. واحده واحده معاك اهي، لازم تكون ميه بتلج خالص عشان اديها صدمه لايه، للطبق الجانبي اللي هو الدقيق الابيض والشوفان، وحطيت جواه بيضه، وحطيت جواه ملح وفلفل، وحطيت جوزة الطيب. 5 دقائق هيبدا يتجمد، هنزله اديله صدمه هنا في ميه متلجه.
وتشوف هنا عندك زي ما انت شايفه كده قدامك الدامبلنج بتاع الكبده بتاعك عامل ازاي. قدامك اهو تبص الجمال والحركات والتكات اهو طلعتهولك، بص عليه عامل ازاي ونزليه. هيقعد قد ايه في النار الزبده؟ 5 دقائق. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا ليفر دامبنج، عباره عن ايه؟ جبنا كبده فرمناها، بعد ما فرمناها اديناها تفل بصل بدون ميه، بعد كده بصل. بنقول لكل ساده مشاهدينا فاصل ومحدش يروح اي محطه، زي ما اتفقنا سبيشال تخصص حركات تكات يا جماله هنا بس انتظروني.